بارز الشوفان. الوصفة بتاعتنا علشان نعملها عايزين كوباية ونص شوفان، عايزين ربع كوباية زبيب، تلات ارباع كوباية لوز، تلت كوباية جوز هند، نص كوباية زبدة فول سوداني، تلت كوب عسل، وللوش بقى بتقدروا تحطوا شوكولاتة مذوبة حسب الرغبة. طيب هناخد دلوقتي زبدة الفول السوداني اللي عندنا، يعني لو بنقدر نحطها مثلا في المايكرويف شوية علشان تطرى وتبقى أسهل عليكم في الشغل. أوكي هناخد، هي الوصفة ما فيهاش حاجة خالص غير إن إحنا بنجمع كل الحاجات مع بعضها بالشكل ده. هقلب أنا بس دلوقتي الفول، زبدة الفول السوداني والعسل مع بعض كده، ونحط بقى المكونات كلها اللي عندنا مع بعضها، لوز وجوز الهند والزبيب، واي حاجه زياده عايزين تحطوها بتقدروا تشيلوا من حاجه وتحطوا حاجه، يعني مثلا تقدروا تشيلوا الزبيب وتحطوا مثلا بندق، او تقدروا تقللوا من عيار اللوز وتحطوا عين جمل، يعني زي ما انتوا عايزين. دلوقتي هنقلب الكلام ده كله مع بعضه. دلوقتي احنا عندنا الكمية دي اهي موجودة، بنقدر ان احنا نعملها في صينية زي ما انا عملتها ونفردها وبالسمك اللي احنا عايزينه، بس طبعا ما بيبقاش السمك كبير قوي، فبنحط ورق زبدة وبنفرد حسب ما احنا عايزين سمكها، ومش لازم الصينية تبقى مقاس الكمية اللي عندنا، لان احنا بنقدر نوقف زي ما انا موقفة كده مثلا هنا. تمام، بنفردها كلها بالشكل ده في الصينية، وبعدين بنسيبها شوية تتماسك، وبعدين بنقطعها ونحط لها شوكولاتة. دي حاجة ممكن بقى غير كده نعملها كور كور كده. عندنا شوكولاتة دارك وشوكولات، برضو شوكولاتة غامقة، بنسيحها وبنعمل بيها خطوط كده على الوش. بنقدر نعملها كمان دواير كده، وممكن كمان نحطها في ورق البليسيه ونحط برضو عليها شوكولاتة من فوق. يعني عندكم اختيارات كتير، ادي الاشكال اللي ممكن نعملها. ممكن كمان في قوالب السيليكون نحط مثلا شكل قلب، شكل كورة مثلا، وعايزينها كتير منمقة اكتر ممكن شكل مربعات، يعني قوالب السيليكون الصغيرة دي بنقدر كمان نحط فيها الشوفان بتوعنا ونطلعهم حسب الشكل. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.